مساء الخير على حضراتكم، بنرحب بيكم من كل مكان ومبسوطين نكون مع بعض. آسفين للتأخير شوية، تأخرنا يمكن المرة دي عن المرات اللي فاتت، لكن قلبنا وذهننا معاكم وبنصلي يكون الوقت النهاردة خاص جدا لينا. في البداية احنا بدأنا في رحلة جميلة من الأسبوع اللي فات ومن بداية شهر أغسطس، ونفسنا إن احنا نستمتع بهذا الإنجيل، إنجيل يوحنا. احنا اللي زلنا في الإصحاح الأول، هنخلصه النهاردة وهنقطع شوط كبير الوقت الجاي في الإنجيل، إنجيل يوحنا، بحيث نتمنى نخلص كل حلقة إصحاح، بس ده يمكن هيحتاج وقت مننا ومجهود، لكن بصلواتكم رب، وهنجتهد كمان ان احنا نكون اعمق، نجتهد ان احنا نكون اكثر نظاما، نجتهد ان نحاول نعرض حاجات كتير. بتمنى في البدايه ان يكون بتشجعونا انكم تعملوا شير لاخواتكم اللي في كل مكان او على جروبس او على اي شيء، ده هيفرق جدا ان الحاجه دي توصل لناس كتير محتاجه تسمعها، تدرسها، وتقضي الوقت ده معانا وتقضي وقت مفيد وتستمتع بدراسة كلمة ربنا. وهات كتابك المقدس أو افتحه على الموبايل أبليكيشن بتاعك وانت بتسمع، شيء ويفرحنا انكم تكونوا. خلونا في البداية نصلي، نطلب بركة ربنا على الكلمة، ونطلب ان هو يستغلت ده المجد ويكون يأيد ببرهان الروح، يكون بيدينا كلامه، يدينا حقه، يعني لنا عن ذاته أكتر، نعرفه أكتر، نفهمه أكتر، نفهم عجايبه، نفهم كل شيء هو عايز النهاردة. يا رب بنصلي أنا وإخواتي الموجودين قدامك في أي مكان كنا، إنك تستثمر الوقت ده المجد وتباركنا وتدينا بركة وتحفظنا وتساعدنا نكون مركزين، تساعدنا نكون منصتين، تحفظنا من أي شتات، تشاورنا على الحاجات المهمة اللي تشجعنا نعرف عنك، وتشجعنا في حياتنا ان احنا نثابر فيها ونعرف اكتر، نتعمق فيه، نتعلم منك اخلاقنا وسلوكياتنا وظروفنا وافكارنا، تكون بتمجدك ونكون بنتغير، نكون على شبهك وصورتك اكتر، في اسمك استجيب. بنرحب بأسئلتكم وتعليقاتكم في البداية، وما تبخلوش ان انتوا تبعتوا طلباتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم، اي ده شيء هيسعدنا جدا وهيمتعنا جدا احنا نشوف اي حد عنده سؤال او اي حد عنده فكرة او اي حد له طلب. افتح كتابك وهات قهوتك او نسكافيهك وقلمك، من كلمة كمان جاي معاكم بتعلم. تعالوا نقرأ مع بعض إنجيل يوحنا إصحاح واحد، الجزء اللي احنا هنقراه مع بعض، المقطع الثاني المهم. تعالوا نشوف مع بعض الكتاب بيقول لنا ايه في المقطع ده، من عدد 15، احنا خلصنا عدد 14. يوحنا هذا له ونادى قال: هذا هو الذي قلنه، ان الذي يأتي بعدي صار قدامي لانه كان قبلي، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة، أسكم أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. يمكن الجزء ده مرتبط بالجزء اللي قبله اللي كنا فيه الأسبوع اللي فات، اللي شفنا فيه أمور عميقة جداً عن اللوجوس وعن الكلمة وعن ابن الله، وعن إن هو كان عند الله، وإن هو الأذلي، وإن هو الإكنوم الابن، وإن هو الله الظاهر في الجسد، وإنه إنسان كامل وإله كامل، وإنه النور، وإنه الحياة. وكان بيقارن بين الكلمة وكان بيقارن ما بين الصوت، فكان في شخص مرسل من الله وصوت صارخ في البرية هو يوحنا المعمدان، فكان بيقارن مني ان الانسان مهما كان لا يقارن بالكلمه المتجسد الرب يسوع المسيح. عشان كده لما بنوصل للاعداد العميقه اللي احنا انتهينا فيها، عدد 14 وهو قمه الانجيل ده، والكلمه صار جسدا وحل بيننا، اي سكن بيننا، اي خيم بيننا، وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوء نعمه وحقا. خلصنا الجزء ده، لكن المهم جدا اللي نسينا المره اللي فاتت نشاور عليه هو السؤال المهم قوي:
يعني ايه راينا مجده مجد؟ هو مجد الله يتشاف؟ وهل لو احنا شفنا مجده نعيش؟ يعني الانسان لا يراني ويعيش، ومجد الله والله اله محتجب والله روح، فازاي يعني؟ يعني ايه يوحنا يقصد ايه بان هو راى مجده؟ بعض المفسرين، وطبعا ده واضح من النص، من الواضح جدا انه هنا المجد الادبي، المجد السلوكي، المجد الاخلاقي، المجد التعليمي في تعليمه وسلوكه واخلاقه. راينا مجده، راينا عظمته، راينا مجد الله فيما قالوا عن الله، فيما عاشوا عن الله، لان الله اصلا، فهنشوفه في شهادات الناس عنه، وهنشوفه في اعماله، وهنشوف في شهاده الروح، ونشوف في السبع شهادات اللي في الانجيل ده المذكوره، اننا راينا مجده الادبي، ورايناه كمان في مجده في التجلي. فقد قد يشير هذا ايضا الى التجلي. لكن المهم جدا للرجوع للنص اللي احنا فيه، بيقول في عدد 15، او لو رجعنا حتى العدد 14 تاني، حته مهمه، وحيد. يعني ايه كما الوحيد من الاب والابن الوحيد هو خبر؟ من المهم جدا ان نعرف ان كلمه وحيد قد يقصد بها لا يوجد له ابن اخر، وقد يقصد بها ان هذا المركز هو مركز يخصه وحده، فهو ابن الله الوحيد. وهو أيضا قد يقصد بهذا أنه المساوي والمعادل لله، فهو مساوي ومعادل لله، فهو لا يأخذ أحد مركزه، فهو مركز يخصه وحده. شيء ثالث، أن لا يوجد ابن آخر، وهذا الابن وهذه البنوة ليست بنوة تناسلية، ليست بنوة جسدية، ليست بنوة بشرية، وهذا ما نعرفه في الإنجيل، وهذا ما سنراه في كلام اللي هنكمل فيه. لكن يعني إيه نعمة وحق كمان؟ يمكن المرة اللي فاتت وقفنا قدام الحتة دي في عدد 14، لما بيقول الكتاب مملوء نعمة وحقا. نعمة وحقا، من المهم جدا ان الناموس لما كنا بنشوفه كنا بنشوف فيه العدالة، كنا بنشوف فيه خطايانا، كنا بنشوف ان الناموس بيقدم للمسيح، لكن لسه محتاجين المسيح. لكن الرب يسوع لما جه، حتى لو كان الناموس بموسى أعطية، لكن ما كانش فيه حل، وكان الحل كان في ظلال، كان في رموز، لكن أتى الحل الحقيقي، المسيح المخلص يسوع المسيح، فهو ده اللي مملوء نعمة وحق. عشان كده الكلمة دي مهمة قوي، إنه هو مش بس بيقدم نعمة، لكنه أيضا له الحق، لكنه أيضا الحق، لكنه أيضا يقدم الحق، لكنه أيضا قال عن نفسه أنا هو الحق، أن هو الإله الحقيقي. فده شيء مهم جدا، فهو عادل وبار أي حق، وهو أيضا منعم، ينفعش أن احنا نعرف عنه صفة واحدة. لكن مهم جدا نوصل عدد 15، وتعالوا نشوف العدد ده مع بعض، وإحنا فاتحين كتبنا قدامنا كمان على الشاشة. في عدد 15 حنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه قبلي. إيه كمان اللي أنت عايز تقوله بعد ما أنت قلت، بعد ما قيل عنك أنك إنسان، وأنك مرسل من الله، وأنك لم تكن النور بل أتيت لتشهد للنور، إيه تاني اللي أنت عايز تقوله؟ يوحنا بيشهد عنه كمان ويقول، دي شهادة كمان يوحنا، بيقول عنه إيه بعد يوحنا كاتب الإنجيل؟ هذا هو الذي قلت عنه. ده موضوعي، ده الرسالة اللي أنا عايز أقولها، ده الخدمة اللي لازم أقدمها، وده اللي أنا بقول لكم عليه، أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبل. حتى لو هو أتى بعدي في خدمته، حتى لو أتى بعدي في ظهوره للخدمة، حتى لو هو أتى بعدي في ميلاده، فهو أصغر مني بستة شهور بحسب الجسد تقريبا، لكنه كان، بيقول عنه الكتاب، صار قدامي، هو above me، هو أعلى مني، هو قبلية، هو قبل كل حد. وده اللي قاله عنه في يوحنا، بالمناسبة لو عايزين نكمل شهادة يوحنا عنه بنشوفها في يوحنا كمان 3، لما قال ينبغي أن ذلك يزيد، وأني أنا أنقص، وأن أنا مش المسيح. بعد كده بيقول كده في نفس الجزء اللي احنا فيه، لأنه كان قبلي. قبلك إزاي؟ قبلي قبلي في أزليته، قبلي في عظمته، قبلي أنه منذ الأزل، قبلي أنه في البدء كان الكلمة، مش في البدء خلق،
لكن في البدء كان قبل البدء الذي خلق فيه الأشياء، هو الخالق، هو الكلمة، هو الأزلي، هو الله. عشان كده قبلي، عشان كده صار قدامي، حتى لو أتى بعدي بالتجسد بالميلاد، لكن هذا ليس له علاقة بلاهوته وأزليته وتجسده. لكن نأتي للب الموضوع الآخر في عدد 16 ونجري شوية مع بعض. بيقول أو عشان نجري أكتر خلينا ناخد عدد 17. لكن قبل ما نروح لعدد 17، يعني إيه نعمة فوق نعمة؟ بيقول كده، تعالوا أعرض قدام حضراتكم الشاهد ده بسرعة. في عدد 16 بيقول عن الرب: ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. ده مش بس قبلي، ده مش بس قدامي، ده مش بس الكلمة، ده مش بس مملوء نعمة وحق، لكن من ملئه، من فيضه، من غناه، هو بيعطي نعمة فوق نعمة، أي فيض النعمة. ده كله نعمة، ده كله رحمة، ده كله محبة. شيء عظيم جدا، شيء رائع جدا، شيء يعزينا جدا. لكن الأهم والأهم نوصل لعدد 17 بكل سرعة. بيقول فيه: لأن ناموس بموسى عطية. يمكن احنا ذكرنا النعمة والحق، يمكن ذكرنا عن موسى والمسيح، لكن نأتي لعدد 17 وهو من الأعداد المهمة مع بعض. لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ايه العظمه والكلام الرائع ده؟ بالمناسبه احنا مش عايزين نتعامل باستخفاف او نحس ان النص ده سهل، لكن مهم جدا ان نشوف الله لم يره احدكم، لان الله روح. حتى في يوحنا يسوع بيعلن للسامريه: الله روح، الله لا يرى. وهذا قيل لاناس كثيرين في العهد القديم، حتى لو كانت له ظهرات قصيره في طرق وأنواع عديدة. لكن المهم جدا مش بس الله لم يره أحد قط، وده التعبير الأول عن الله الروح. لكن يقول بعد كده في نفس العدد 18: الابن الوحيد، اللي هو اللي احنا لسه متكلمين عن كلمة الوحيد، اللي هو رب المجد يسوع المسيح، الذي هو في حضن الآب. يعني في حضن الآب ده بيعلن القرب، ده بيعلن المساواة، ده بيعلن مركزه، ده بيعلن مقامه، ده بيعلن انه مش مجرد انسان، ده بيعلن انه هو الله الظاهر في الجسد، ده بيعلن انه اقنوم الابن المتحد مع الاب، الذي في اتحاد مع الاب والروح القدس، الذي في شراكة مع الاب والروح القدس، الخالق المساوي للاب في الجوهر. عشان كده بيقول كده في عدد 18: الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. يعني خبر، دي اخر كلمه في العدد ده مهمه نقولها. خبر اي اعلن، خبر اي اظهر، خبر اي اثبت. بس بيثبت ايه؟ بيورينا من هو الله، بيورينا من هو الاب، بيورينا اعمال الاب، بيورينا كلام الله، بيورينا ان هو والاب واحد، بيورينا ان اعماله هي اعمال الله، بيورينا انه كان الكلمة الله. خبر، لأننا لا نستطيع أن نرى الله لأن الله روح، لكننا رأينا الله في المسيح. عشان كده الله كان في المسيح مصالحنا العالم لنفسه. كده عشان نجري شوية تعالوا نروح لعدد 19 ونشوف شهادة أخرى. وإحنا شفنا شهادة يوحنا كاتب الإنجيل، شفنا شهادة يوحنا المعمدان عنه اللي قال إن هو قدامي وكان قبلي. قبل ما نكمل نشجعكم لو في حد يقدر عنده سؤال، لو حد حابب يشارك بتعليق، حد حابب يشارك بأي شيء، أهلا وسهلا بالكل. الوقت ده وقت حضراتكم مش وقتي أنا لوحدي، وياريت تشجعونا أنكم تعملوا شير وأنكم تبعتوا طلبات صلاة وأنكم تبعتوا تعليقات على البث المباشر دلوقتي. إحنا في يوحنا واحد
وصلنا لعدد 19، وخلي كتبنا مفتوحة قدامنا. في عدد 19 بكل سرعة بيقول كده الكتاب، وقدامنا هتظهر على الشاشة كمان. وهذه حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت؟ بسيط جدا هنا إن إحنا بنشوف إنه في إن يوحنا أرسل لي يهود، اليهود اللي عايشين في الوقت ده من أورشليم كهنة ولاويين بيسألوه أنت مين يا يوحنا؟ طبعا إحنا عارفين إن يوحنا قال عنه يوحنا كاتب الإنجيل إنه مرسل من الله، إنه إنسان، إنه جاء للشهادة، أنه لم يكن النور بل يشهد للنور. لكن هنا وضع في تحدي جديد عن خدمته وعن حياته، ويمكن ده يكون الدرس العملي الأول اللي هنستفيده النهاردة في عدد 19. من أنت؟ تعالوا نشوف يوحنا في عدد 20 بيقول إيه بكل سرعة قدامنا على الشاشة. فاعترف ولم ينكر وأقر. طب هيقول إيه؟ إني لست أنا المسيح. ده يمكن يشار عنه أيضا في يوحنا 3، ممكن ترجع عن شهادته كمان في يوحنا 3. راحوا سألوه سؤال أصعب، إذن ماذا؟ إلي أنت؟ أنت إلي؟ قال أنا لست أنا. النبي أنت؟ يمكن النبي أنت دي قد تشير إلى تثنية 18 عن النبي الذي كتب عنه موسى، فأجاب لا. بنشوف هنا كمان إن هو عن النبي، لكن بعد كده قالوا له من أنت في عدد 22 لنعطي جوابا للذين صدقوا. في ناس بعتانا عايزين يعرفوا أنت مين وأنت بتقولي عن نفسك، لأنهم شكوا أحسن يكون ده هو المسيح. بيقول لهم توبوا، وجاي برسالة وأكله غريب وشهدوا، وبيقول في مسيح أحسن يكون هو المسيح، والناس قلقانة والناس شكة والناس خايفة. وممكن بسهولة أن أي واحد يدعي أنه المسيح ويأخذ المجد، وممكن أي واحد يأتي كمسيح كذاب، كل هذه الأشياء. لكن هو عجبنا قوي في هذا الشيء أنه بيقول في رسالته لست أنا المسيح، ولا حتى ادعى أنه هو شخص آخر، لكن أنه عدد 40 الذي دعا الرب خدمته أنا صوت صارخ في البرية كما قال أشعياء النبي. ودي حتة مهمة قوي إن إحنا نشوفها. مش بس الرب يسوع مملوء نعمة وحق، لكن أيضا يوحنا المعمدان أتى برسالة تمتلئ هذه الرسالة بالنعمة والحق. ما هو مش معقول أنت تتبع الرب يسوع وتشهد عن الرب يسوع ما تبقاش ماسك، ما تبقاش بتشهد بالنعمة والحق. فمش معقول تشهد عن النعمة بس، لازم تشهد عن الحق. فهو بيقول لهم قوموا طريق الرب، ارجعوا أيها الخطاة، توبوا أيها الخطاة، اصنعوا أثمارا طليق بالتوبة، فكأننا الحق. وفي نفس الوقت بيقري يسوع المسيح الذي سيأتي، المسيح سيأتي، ملكوت الله قريب، تعالوا إلى المسيح، توبوا، اصنعوا أثمار طليق بالتوبة. فهناك هناك شخص يحمل رسالة مليئة بالنعمة والحق. لكن بكل سرعة وإحنا بنخوض في الشوط السريع ده، تعالوا نوصل لعدد 24 ونشوف إيه اللي حصل بعد كده. كانوا المرسلون من الفريسيين فسألوه وقال له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إلي ولا النبي؟ طيب يا يوحنا هتقول إيه تاني عن الرب يسوع؟ أولا أنت قلت إنك مش المسيح، وإنت مش النبي، وإنت مش إلي، وإنت صوت صارخ. هتقول إيه عن الرب يسوع؟ قال كده في عدد 26، وده شيء مهم جدا. أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم الذي لستم تعرفونه. واو، مش معروف، وده مش أولا عارفه العالم، مجهول، الناس عايشة في ظلمة، الناس مش واخدة بالها، الناس عايشة في جهالة، الناس عايشة في جهل، الناس عايشة في عمى روحي، إبليس أعمى أذهان غير المؤمنين، الناس مش معترفة بوجود المسيح حتى عندما يأتي. وقال لهم أنا مجرد أن أنا أعمد بماء، هو ألفني بكده. لكن في عدد 27 بيقول هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي، بيعيد تاني الكلمة دي والشهادة دي عنه، هو قدامي، هو أعلى مني،
هو أزلي، هو الله، هو الكلمة الذي يطب سيور حذائه. يعني إيه أحل سيور حذائه؟ كان العمل بتاع العبيد، ومن المهم جدا أن نقول الحتة دي باختصار، من واجب العبد أن يحل سيور حذاء سيده. يعني الطبيعي أن بما أني عبد السيد فإله هعمله أحل سيور حذاء. لكن يوحنا بيصل لمرحلة من الاتضاع والتجرد عندما رأى عظمة المسيح، عندما رأى أزلية الكلمة، عندما رأى إعلان الله عن ذاته، عندما رأى يسوع الذي هو المسيح ابن الله، قال أنا لا أستطيع أن أحل سيور حذائه، حتى لو كنت عبده، حتى لو كنت خادم لي، بس من قلت أنا ما عرفت عن عظمته أعترف وأقر أني غير حتى مستحق أن أكون كالعبد الذي يحل سيور حذاء سيده. ده أنا ما أقدرش أعمل كده، ده أنا ما استحقش. ياه على كل واحد فينا بيشوف المسيح وعظمته، كل يوم نشوف المسيح وعظمته نتدع أكتر، نحس إن إحنا ممكن نقول مع رسول بولس أنا أصغر جميع القديسين، الخطاه الذين أولهم أنا، أنكر ذاتي أكتر، أتضع أكتر، أنسى نفسي أكتر، أنسى كل ما يسيء لي في هذه الحياة لما أشوف عظمته وأشوف مجده وأشوف إعلانه في كلمته وأشوف قد إيه عمل عشاني، أتضع أنكسر، أقول ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. لكن بعد كده نوصل لعدد 28، في رحلتنا وأتمنى تكونوا متشجعين ومكملين معايا. إحنا كل ده في يوم، داخلين على يوم تاني، تعالوا نشوف اليوم التاني حصل فيه إيه بكل سرعة. اليوم التاني في عدد 29، وفي الغد نظر يوحنا يسوع إليه. كل ده ما كانش يسوع بيقول سيأتي بعدي، وكل ده بيقول المسيح آتي، لكن دخلنا في الغد يوم ديت، اليوم اللي بعده يوم التاني، نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه في عدد 29 فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ياه إيه اللي تقصده يا يوحنا؟ انت قلت ان هو قبلك، انت قلت ان هو قدامك، انت قلت انك غير مستحق ان تحل سيور حذائه، انت قلت ان هو ان انا مجرد صوت صارخ، يعني مقارنة فظيعة. لازم تشوف المقارنة دي كل يوم وتنسى كل البشر اللي انت بتمجد وتمدح فيهم وتعتمد عليهم وتتكل عليهم، وتبص على سيدك المسيح يسوع المسيح سيدنا ربنا مخلصنا، له كل المجد، له كل المديح، له كل شيء، فيه وحده نثق ونتكل ونلجأ، وسيطنا الوحيد وشفيعنا الوحيد عند الله. عشان كده يعني ايه هو ذا حمل الله؟ انت هتعلن ايه تاني عنه؟ الحمل كان حيوان مخصص للذبح، وده كان ضرورة ان يصبح حمل ويرش دمه للتكفير في العهد القديم، كان بيعطى كبديل، بيصفك الدم لمغفرة الخطايا. فهم عارفين ده كيهود كفريسيين، فهو بيقول لهم يسوع اللي انتوا شايفينه مجرد انسان، اللي انتوا مش لسه مش عارفينه، اللي انتوا رفضينه، اللي انتوا هترفضوه، هو حمل الله. يا يوحنا ايه العظمة اللي انت بتقولها دي؟ انت جبت ده منين؟ يا على الله لما يعلن ليك عن ذاته ويخلصك ويجددك ويتعامل معاك ويقول لك عن نفسه هو مين وتثق فيه وتتكل عليه مهما كانت خلفيتك وعقيدتك. فبيقول لهم اللي كنتوا منتظرينه، اللي كنتوا زمان بتعملوا مجرد أشياء ورموز وإشارات لشيء حقيقي من ظلال وحاجات قبل كده لمرموز إليها، لشخص حقيقي، للبديل، للحمل المذبوح، هو ده الذي يرفع خطية العالم، يكفر عنكم. واو، ده إعلان جديد. حمل الله يسوع هو حمل الله. لكن تعالوا نكمل بكل سرعة عدد 30
ونتشجع ونفتح كتبنا ونتابع مع بعض. يقول الكتاب: هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي. بيعيد ويكرر كلام مهم جدا: وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. تعالوا نشوف عدد 31 ده بسرعة. أنت زي لكن لم تكن تعرفه، يعني إزاي؟ يوحنا ممكن يكون عارفه بالجسد، والدته علاقة بوالدة يسوع بحسب الجسد أليصابات ومريم، لكن الأصعب هنا والأهم هو لم يكن يعرف لاهوته، لم يكن يعرف إعلانه، لم يكن يعرف تجسده، لم يكن يعرف أزليته، لم يكن يعرف أنه الله الظاهر في الجسد، لم يكن يعرف أنه حمل الله، لم يكن يعرف أنه قدامه وكان قبله. عشان كده ده المهم قوي والرائع جدا في الكلام. من المهم كمان، تعالوا نشوف النص ده بسرعة، وعدد 32: وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلة مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. ده اللي كان هتشوف ده، ولما تشوفه، وبيقول كده هو في العدد 33 هنفهم ده أكتر: وأنا لم أكن أعرفه، بيوضح، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء لأنه مرسل من الله ذاك قال لي. شوفوا الله قال له إيه واللي أرسله قال له إيه: الذي ترى الروح، أي الروح القدس، نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. إعلان جديد، مش بس حمل الله، مش بس قدامه، مش بس قبله، لكن المهم جدا هنا بيقول كده في عدد 33: مش بس أنا ما كنتش أعرفه من حيث اللاهوت والأزلية ومن حيث العظمة، لكن المهم جدا أعلن لي وقيل لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه. طبعا حلول الروح القدس بالمناسبة مذكور في الأربع أناجيل، هذا شيء عظيم جدا مهم أن احنا نذكره، لكن المهم جدا يعني ده مش حلول مؤقت هنا، لكن يقول الكتاب استقرار، يستقر الروح عليه. يا على العظمة، يا على سرور الآب به، يا عن هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. هو ده مسرة الآب، هو ده الابن الوحيد، هو ده ابن الله، هو ده المساوي لله، هو ده الكلمة الذي كان عند الله وهو الله، والذي كان منذ كان الكلمة في البديء. كده وكمان نروح لحاجة مهمة بنقولها في عدد 35، ونشوف كمان العظمة هتوصل إيه، لكن في عدد 34 نقول هنا عنه حاجة ثالثة مهمة: أن هذا هو ابن الله. أنت بتجيب منين ده يا يوحنا؟ وبعد شوية في واحد تاني هيقول له: أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. بتجيب منين ده يا نثنائيل؟ وبعد شوية بنشوف بطرس في متى 16، وكمان بطرس اللي ممكن يكون كان كتير بعيد وضعيف بيقول له: أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت هو مسيح الله. بتجيب ده كله منين؟ أن لحما ودما يعلن لك هذا. فيش حد يقدر يعلن الكلام ده غير أبي السماوي. فيش حد يقدر يعمل ده في قلبي ويخليني أثق وصدق غير تعامل وتجديد الروح القدس، وده اللي هنشوفه على مدار الإنجيل. لكن بتشوف هنا نستقر الروح القدس عليه، هو مسرة الآب، هو ابن الله، وده اللي وصلنا له عن إعلان يوحنا المعمدان عنه. تعالوا نستمتع أكثر بعدد 35 ونشوف غد جديد، داخلين على اليوم الثالث، وتعالوا نستمتع بسرعة. تنسوش اللي عنده سؤال أو اللي عنده تعقيب أو اللي عنده اعتراض أو اللي عنده رسالة أو اللي حابب يعمل شير، إحنا ياريت نشجع أخواتنا، وأنا بشكر الرب على كل رسالة جايلنا فيها تشجيع وفيها حد بيصلي لأجل الوقت ده، وبنصلي إن الوقت ده يكون لمجد الرب أكتر ولتعليمنا ولإفادتنا. تعالوا نكمل مع بعض في عدد 35.
داخلين على اليوم الثالث. وفي الغد ايضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه. ده هنا كمان بنشوف ان يوحنا ليه تلاميذ. فنظر الى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل الله. يوحنا قال عنه حمل الله قبل كده، ودي المره الثانيه. يوحنا قال عنه ابن الله، يوحنا قال انه كان قدامي، يوحنا قال كان قبلي، يوحنا قال عنه ان هو النور، يوحنا امور كثيره قيلت قبل كده. لكن تعالوا نوصل ل 35. وفي الغد اليوم الثالث يوحنا كان واقف مع اثنين تلاميذه، شاف يسوع ماشي، هيقول لهم ايه عن يسوع؟ وعظته الجديده ايه؟ واحنا ممكن نكون فاكرين ان لازم كل يوم الوعظه تتغير، فلما تتغير المحتوى يتغير والموضوع يتغير. لا، يوحنا موضوعه واحد، وعظنا لازم يكون موضوع واحد، هو يسوع المسيح حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. عشان كده حتى يوحنا وعظته الجديده في اليوم الجديد الثالث بيقول فيه هوذا حمل الله لتلاميذه. قالها الاول للاسرائيل الشعب اليهودي، وهنا بيقولها للتلاميذ، وبيقولها عن يسوع، وبيشاور عن يسوع، على يسوع بيقول هوذا حمل الله. أنتم لا تحتاجون بعد إلى ذبائح حيوانية، أنتم لا تحتاجون بعد إلى هيكل، أنتم لا تحتاجون إلى الرموز والظلال والمذابح والهياكل والكهنة. أنتم الآن وصل إليكم الإعلان الكامل، يسوع المسيح ابن الله حمل الله الذي يرفع خطية العالم، الذي يكفر عن ذنوبكم. عدد 37، سمع إذن يتكلم فتبع يسوع، فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان. من المرجح أن يكون التلميذان هم، طبعا احنا عارفين أن أندراوس مذكور هنا، لكن في ناس بتقول أن التلميذ الآخر قد يكون يوحنا كاتب الإنجيل، لأن يوحنا ما بيحبش يتكلم عن نفسه، بالرغم أن يوحنا ذكر كتير في المناجيل الإيزائية اللي هي متى ومرقس ولوقا، لكنه لم يذكر هنا كثيرا في هذا الإنجيل، ولم يذكر أنه كاتب، وكان يشير إلى نفسه. قد يظن أنه الذي قال عن نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، فهو بيحب الاتضاع والمجهولية أكثر، فقد يكون هو تلميذ يوحنا الآخر. فده رأي تفسيري طبعا مش موجود معانا في النص، لكن رأي قد يكون صحيح وقد يحترم وله مدرسته يعني. لكن المهم جدا، يوحنا له نفس العظة، يوحنا له نفس الإعلان عن يسوع أنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم، حمل الله. والتلميذان لما سمعوه تبع يسوع. عايز أقف هنا عند الحتة دي وأقول حتة رائعة عملية لكل خادم بيسمعني، أنا لو كل واحد فينا بيخدم الرب، هو هيكون هدفك أنك تقول للناس هوذا أنا، هوذا مجهوداتي، أو خلي بالكم وشوفوا حياتي، شوفوا مجهوداتي، شوفوا سلوكي، شوفوا عظمتي، شوفوا فلسفاتي، شوفوا دراساتي، شوفوا مؤهلاتي، شوفوا قدراتي، شوفوا طائفتي، شوفوا عقيدتي، شوفوا كنيستي. لكن يوحنا كان يحمل رسالة واحدة، توبوا. وكان يحمل، وكان موضوع رسالته وموضوع الإنجيل لديه، ولابد أن يكون هذا موضوع إنجيلنا، هو يسوع المسيح ابن الله حمل الله. حتى لو دول كانوا تلاميذه ويمشوا وراه قبل كده، لا، روحوا ورا يسوع. ده اللي أنا كنت بحكي لكم عنه، ده اللي احنا كلنا كنا مستنينه. أنتوا مش محتاجيني دلوقتي. أتى الله الظاهر في الجسد، رأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مملوء نعمة حقا. عشان كده بكل أمانة وبكل سرعة نصل لحاجة مهمة في عدد 37، بيقول فتبع يسوع. ايه ده؟ سابوا يوحنا؟ مش فارق معاه مين يتبعه، مش فارق معاه الناس هتقول عليه ايه، لكن فارق معاه ان يقدم رسالته، ينجز رسالته، يطيع الرب، يقول الرسالة اللي على قلب الرب مهما كانت التكلفة والطريقة. لكن المهم جدا نوصل لعدد 38. بعد ما تبع يسوع، يسوع عنده حوار معاه مهم جدا في اليوم الثالث. التفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ ماذا تطلبان؟ انتوا عايزين ايه؟ وده سؤال ممكن نسأل فيه، والرب بيسأل كل واحد فينا، ماذا تطلب؟ ماذا تريد؟ عشان كده ماشي ورايا. هما قالوا ربي، أي المعلم، أو رباي الذي تفسيره يا معلم، أين تمكث؟
وهو هنا بيبان ان هم عايزين يمكثوا معاه، يقعدوا معاه، عايزين يعرفوه، عايزين يتعلموا منه. فقال لهما تعاليا وانظرا. فأتيا ونظر أين كان يمكث، ومكث عنده ذلك اليوم، وكان نحو الساعة العاشرة. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس واحد من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. احنا هنا بنجري، لكن مهم جدا ان نشوف. كانوا تلميذين اليوم الثالث، يوحنا قال لهم هو ذا حامل الله، تبع يسوع. يسوع بيسالهم انتوا بتطلبوا مين؟ يسوع بيسالك النهارده انت ماشي ورايا ليه؟ ماذا تطلب؟ هم كانوا بيقولوا لي يا معلم عايزين نتعلم، عايزين نعرف، عايزين نمكس معاك، اين تمكس؟ قلهم تعالوا وانظروا. كام سي، والكلمه دي محوريه ومذكوره، والدعوه دي مذكوره مره اخرى، تعال وانظر، تعال وانظر. مهم جدا انك تشوف الرب وتشوف حلو الرب، وكل يوم تقعد معاه، كل يوم تشتاق لده. هما قعدوا وغالبا باتوا، وهو ده اللي باين من الكلام اللي قدامنا. لكن المهم جدا ان من التلميذين دول يقول الكتاب في عدد 40 كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه. اندراوس سمع الكلام، واضح ان الكلام فرق معاه، واضح ان هو تبع يسوع، واضح ان هو قابل يسوع، واضح ان هو امن بيسوع. راح كمان راح لاخوه سمعان وقال له قد وجدنا مسيا، اعلان جديد، شهاده جديده من شخص جديد اخر. الشبكه بتزيد، الاتساع بيزيد، ملكوت الله بينتشر. يوحنا المعمدان ثم تلميذيه اندراوس يبدا اولا، ثم يذهب الى اخوه بطرس او سمعان الذي هيبقى اسمه بطرس. وده المهم جدا، قال له قد وجدنا مسيا. فاكر اللي كنا بندور عليه من العهد القديم؟ فاكر كل ده؟ وده مهم جدا. كانوا مستنيين المسيا من 4000 سنه تقريبا، لكن ما اكتفاش بالمعرفه لوحده، وده الدرس العملي الكرازي لينا. لكن راح لاهل بيته وراح برساله بسيطه. من المهم جدا ان نشوف ان يوحنا المعمدان احيانا رسالته بتبقى كلمتين، هو ذا حمل الله، او ثلاث كلمات. لكن هنا بنشوف واحد بيقول ثلاث كلمات برضه في اليوم الثالث، هو اندراوس بيقول قد وجدنا مسيا الممسوح، قد وجدنا المنتظر. هو ده المسيا، وده الاعلان الثالث عنه، انه المسيا، انه المنتظر، انه الذي تنتظره اسرائيل، لكنه سيرفض طبعا زي ما احنا عارفين. عشان كده نجري بسرعة ونروح للعمق الأكبر والأعظم، وإحنا في اليوم الثالث ونشوف نهاية اليوم الثالث إيه اللي بيحصل. فجاء به إلى يسوع في عدد 42، نشوف العدد ده مع بعض قربنا نخلص. فجاء به إلى يسوع، أي بسمعان من أندراوس، فنظر إليه يسوع وقال. هنعرف حاجة عن يسوع جديدة هنا بعد استقرار الروح، وبعد ما عرفنا أنه ابن الله، وبعد ما عرفنا أنه حمل الله، وبعد عرفنا أنه المسيا، وبعد ما عرفنا أنه الكلمة، نوصل لشهادة جديدة وعمل جديد عنه. ان هو بيقول لسمعان هنا انت سمعان ابن يونا، انت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. في نهاية اليوم الثالث ده حصل شيء عظيم من اعمال الله، ان يسوع يعرف بطرس او سمعان. مش بس يعرفه، ده يعرف شخصيته. فانت سمعان ابن يونا، فانت سمعان، انا عارف اسمك وعارف شخصيتك، بس انا كمان مش بس عارف اسمك وعارف شخصيتك، لكني اريد تغييرك، لكني استطيع ان اسميك. ده سلطان، يعني يمكن السلطان ده سلطان في الارض ابوي، انك تسمي ابنك لما يولد، وقانونا ممكن يغير الاسم ده قبل غالبا 15-18 حاجه زي كده، حتى لو تغيرت في دول كثيره. لكن ياتي شخص يعرف شخصية سمعان ويعرف اسمه ويعرف بيته ويقول له أنت تدعى، بصوا، صفا. وكلمة صفا طبعا كلمة أرامية معناها حجر، عشان كده الذي تفسيره بطرس. واو، سلطان، عمل جديد،
يسوع الإنسان اللي قدامنا يوحنا بيشهد عنه أنه يعرف الآخرين دون أن يقدموا أنفسهم، يعرف أشخاصهم وقلوبهم، يسميهم، يريد تغييرهم، ويستطيع أن يغيرهم، ويستطيع أن يرسلهم ويدعوهم، لأنه الله الظاهر في الجسد. مهم جدا بعد أن نصل لليوم الرابع ونختم به مع بعض. وقبل ما نختم، احنا خلصنا ثلاث أجزاء مهمين جدا في الإصحاح، وفضلنا الجزء الأخير المختصر جدا اللي هنصلي به في النهاية. شفنا يسوع حمل الله، شفنا شبكة الملكوت بتنتشر ومعرفة الله بتزيد، شفنا يوحنا المعمدان بيقول عن نفسه إن مشان المسيح، وشفنا يوحنا في بداية إنجيله بيتكلم عن الكلمة المتجسد الأزلي، خاصة في الحلقة اللي فاتت، وشجعك إنك ترجع للحلقة اللي فاتت على صفحتنا أساسيات مسيحية. عشان كده في نهاية الإصحاح ده وهو اليوم الرابع، تعالوا نشوف الكتاب بيقول إيه ونصلي مع بعض. في إصحاح واحد في إصحاحنا عدد 43 بيقول الكتاب الكلام العظيم ده: في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل، فوجد فيلبس فقال له: اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. وإحنا هنا بنشوف إن مش بس أندراوس جاب أخوه في البيت بتاعه، لكن بنشوف إن مدينة أندراوس وبطرس كمان بيزيد فيها انتشار معرفة الله والإنجيل، فبتصل إلى فيلبس. لما يسوع خرج إلى الجليل وجده وقال له اتبعني. ده طبعا غير فيلبس اللي كان حاكم، وده غير فيلبس الشماس والمبشر اللي موجود في سفر الأعمال، كأنه فيلبس آخر. عشان كده بيقول عنه الكتاب بعد كده: طيب ما هو المسيح قال له كلمة واحدة اتبعني. لكن نشوف كمان في عدد 45: فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. واضح أن الموضوع والشبكة بتكبر والرسالة بتنتشر والإنجيل بينتشر، وإعلانات يسوع عن نفسه وللآخرين بتزداد، لكي نعرفه أكثر إحنا النهاردة وإحنا بنقرأ إنجيل يوحنا المكتوب، لكي نعرف الله ولكي نعرف يسوع أكثر وإعلانه عن نفسه، حتى يصل إن يقول كده بعد ما يسوع قال له اتبعني وتابعه، قال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع الذي من الناصرة. يا نثنائيل، أيها الإسرائيلي، يا اللي بتدور، يا اللي مستني المسيح، أنا عايز أقول لك إحنا لقيناه خلاص. ده قال لي اتبعني، تعال شوفه. ويا سلام على كل شخص تابعه وفرحان بيه، وفرح الإنجيل اللي فيه مش مخليه يخلي الإنجيل لنفسه، لكن عمال يتكلم 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 ويزيع. عشان كده قال له الكلام ده: وجدنا. تعالى شوف. في عدد 46 بيقول: فقال له ثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعال وانظر. طبعا دي تاني مرة بنشوف كمان سي أو تعال وانظر. المرة الفاتت رب يسوع بيقولها الأندراوس والتلميذ الثاني ليوحنا المعمدان، لكن المرة دي فيلبس الذي تبع المسيح، تعلم من المسيح، وأتى بشخص آخر يبحث عن المسيح، قلبه مشتاق، وقال له: وجدنا اللي كتب عنه موسى الأنبياء، وتعالى وشوف، تعالى وانظر. عايز أقول حاجة عن الذي كتب عنه الناموس والأنبياء، مهمة جدا 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 جدا. خلي بالكم كويس قوي، يسوع مش حاجة احنا يعني ابتدعوها الكنيسة الأولى أو ابتدعوها التلاميذ. ده شيء مكتوب عنه من العهد القديم، أشياء كثيرة عن قيامته تحدثت، عن مجيئه، عن ميلاده، عن خدمته، عن خلاصه، عن مجيئه، عن كل شيء، وعن حتى الأخرويات والنهاية، عن ألوهيته وعن صلبه. فعشان كده مش جديد عليهم، لكن هم رفضوا لأن أعمالهم كانت شريرة، لأنهم في قساوة. عشان كده
عايز أقول حاجة مهمة وإحنا بنختم الإصحاح في عدد 47، وتعالوا نقرأ الأعداد دي مع بعض. أتمنى تكونوا مركزين ومتنشطين ومحدش نام ومتشجعين، وبنرحب بيكم كلكم من كل مكان. تعالوا نقرأ مع بعض عدد 47. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هوذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. ده احنا بنشوف عمل جديد ليسوع هنا، انه يعرف نثنائيل، انه يدعو نثنائيل، انه فاحص قلب نثنائيل فرأى انه إسرائيلي حقا. لان كان في ناس مزيفة، في ناس إسرائيليين مش إسرائيليين، في ناس مختونين جسديا لكن قلبهم مش مختون، ده اللي اتقال عنهم في روميا 2. لكنه وجد فيه قلبه وهو عارف قلبه وهو عارفه. فقال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أنت عارفني منين؟ أنت تعرفني منين؟ أنت تعرف قلبي منين؟ أنت عارف انتظاري واشتياقي وإخلاصي ليك منين؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك. يا عارفين يا حبايب، وأنا أولكم نفسي أقول الكلام ده لنفسي، أن نعمته تدركنا قبل أن ندركه، أن نعمته ونوره. الظلمة لم تدرك نوره، الظلمة لم تدرك عظمته، لا تغلب عظمته، لا تستطيع أن تنتصر على عظمته وعلى نوره. يستطيع بنعمته التي لا تقاوم أن يجذبنا إليه، يستطيع بنعمته أن يعمل فينا. وعشان كده هو قبل ما يدعيه في لبس هو شافه: أنا رأيتك. يا على الإعلان العظيم ده، الرائع جدا جدا جدا. لكن تعالوا نشوف شيء عظيم نهائي بيقول عنه الكتاب في عدد 49. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. إيه ده؟ يعني تعالوا نشوف الآية دي حتى قدامنا على الشاشة، وده لأنها من الآيات المهمة. نثنائيل أعلن لي عن الله وعن يسوع بهذا الإعلان العظيم اللي بيعلنه لنا يوحنا، وبيعلنه الناس اللي كانت شكة في الوهية المسيح وأن يسوع هو المسيح. فكان بيعلن ليهم الكلام ده، قال لهم أن حتى نثنائيل اليهودي الإسرائيلي الذي لا غش فيه، عندما رأى وعمل الرب في قلبه، قال ليسوع اللي هو قدامه إنسان، اللي هو من الناصرة، اللي هو بيقول أن من الناصرة ما ينفعش يخرج شيء صالح، مدينة محتقرة، مدينة صغيرة، ما يتسمعش عنها كلام كويس، كل ده ممكن يكون تفسيرات. لكنه رآه معلم، رآه ابن الله، رآه ملك إسرائيل. هو مش بيعلن لنفسه بس عن يوحنا المعمدان ولا للخادم اللي عندك في الكنيسة، هو يستطيع أن يعلن ذاته لك. هو مش بيعلن بس للمسيحيين، يسوع ليس للمسيحيين فقط، يسوع هو مخلص العالم كما قيل عنه في يوحنا 4. يسوع يستطيع أن يخلص، يسوع أحب الله العالم وبذل ابنه الوحيد يسوع. فرأى في يسوع الذي قدامه كإنسان، بعدما رأى أنه يعرفه، بعدما رأى أنه رأى قبل أن يدعوه في لبس، قال له هذا: أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. عشان كده في نهاية كلامنا أجاب يسوع وقال له: هل أمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. طب إيه هو اللي أعظم من هذا؟ حق الحق أقول لكم، عدد 51، وده اللي هنختم به: من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يا سلام على الإعلانات اللي بتعلن لناس ضعيفة، لناس متحيرة، لناس مشتاقة، لناس عندها إخلاص، لناس بعيدة كل البعد عن معرفة الله. لكن عندما يعمل الله في القلب يعلن هذه الإعلانات. ويمكن دي خلفية عن تكوين 28 السلم المنصوبة المتصلة بالسماء، وده اللي احنا عارفينه. احنا شفنا في الإصحاح ده في نهاية كلامنا 4 أيام، وشفنا في ال4 أيام شهادات عن الله، عن يسوع، وأعمال يسوع المسيح ابن الله الكلمة الأزلي المتجسد.
في نهاية كلامنا مش عايزك تنسى أبدا إن إحنا نحمل رسالة، مش عايزك تنسى أبدا إن إحنا موضوع رسالتنا وموضوع إنجيلنا هو يسوع المسيح، مش عايزك تنسى أبدا إن يسوع المسيح يستطيع أن يعمل في كل قلب بالروح القدس، حتى لو بعيد، حتى لو صعب إنه يفكر، حتى لو صعب إنه يآمن، حتى لو صعب إنه يصدق للنهاية، لكنه يستطيع أن يعمل في كل قلب. عشان كده في نهاية الكلام عايزك ترجع للحلقة اللي فاتت لو في حاجة ناقصة أو حاجة ضاعت منك في الحلقة دي أو محتاج تسأل عنها، ارجع للحلقة اللي فاتت، شوف الكلمة الأزلي المتجسد من عدد 1 لعدد 15، شوف عظمة رب المجد، شوف أنك لا تتبع مجرد شخص عادي، أنت لا تتبع إنسان، وأنت لا تتبع إنسان كامل فقط لكنه إله كامل، أنت تتبع يسوع الذي هو المسيح، الذي هو ابن الله، الذي هو الكلمة الأزلي المتجسد، هو الله، كان عند الله، كان الكلمة الله، يستطيع بنوره وهو الحياة أن يحيي ويخلص كل شخص بعيد عنه. لو أنت مش مصدقه لحد النهاردة أقول له عرفني ليك، عرفني شخصك، لو أنت مش شايف عظمتك فيقول له عرفني عظمتك أكتر عشان أتواضع وانكسر وأعرف أني لا شيء وأعرف أنك عملت لي كل شيء وأعرف أحب إخواتي وأعرف أقبل الكل وأعرف أخدمك في الأيام الأخيرة دي وأعرف أثق فيك وأعرف أقول لكل الناس اللي حواليا أنك يسوع المسيح ابن الله، مهما كانت الاضطهادات، مهما كانت المخاوف، مهما كانت الشكوك، مهما كانت الهرطقات والضلالات التي نواجهها في هذه الأيام والفلسفات، لكننا نستطيع بكلماته أن نهدم كل ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ونستأثر كل فكر لطاعة المسيح. تعالوا نصلي مع بعض في نهاية حلقتنا، شجعكم بعد ما الحلقة تخلص تعملوا شير، تساعدوا أن الكلام ده ينشر لناس آخرين، تشجعوا أخواتكم وولادكم وقريبكم اللي في البيت، ممكن تشاركوهم بحاجة فرقت معاكم في الحلقة، واللي عنده سؤال أو اقتراح أو فكرة شجعنا بيها احنا تحت أمركم وبنصلي لأجلكم كتير، ومنتظرين كمان نتقابل معاكم يوم الثلاث، عندنا حلقة خاصة وهنعلن عنها بكرة بنعمة الله. يا رب يسوع بنعظمك لأنك الكلمة الأزلي المتجسد، نشكرك لأنك كلمتنا، نشكرك لأنك تستطيع أن تعمل في قلوبنا، نشكرك لأجل شهاداتك التي سمعنا عنها من يوحنا ومن يوحنا المعمدان ومن أندراوس ومن فيلبس ومن نثنائيل. يا رب أنت تستطيع أن تعمل في كل قلب، أممي كان، إسرائيلي كان، أي قيدة، أي دين، أي طائفة، أي ثقافة، أنت للكل، أنت تستطيع أن تخلص الكل، أنت تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يا رب بصلي أن الحلقة دي يكون لها صدى حقيقي لمجدك، بصلي يا رب أن كل شخص يعرفك أكتر، بصلي أننا نعرف عظمتك أكتر فنتواضع أكتر ونعرف أننا في نعمة حقيقية، نعرف أننا عرفنا الحق فيك وأنت الإله الحق، الإله الحي الحقيقي. يا رب نثق فيك أكتر ونعرف أنك تستطيع أن تخلص أولادنا وتخلصنا وتخلص كل شخص بعيد عنك، دمك يستطيع أن يطهر من كل خطية، لازلت يا رب تستطيع أن تخلص وتعمل في القلوب وتجدد القلوب وتظهر ذاتك لكل شخص بعيد عنك، كل شخص في ضلال، كل شخص في تيهان، أنت تستطيع أن ترد النفس إليك. بارك كلمتك وبارك هذه الحلقة واستخدم هذه الحلقة وهذه الصفحة لمجدك، وتغاضى عن كل معلومة غير دقيقة وغير صحيحة، وبارك إخواتي في بيوتهم وأسرهم وكنائسهم وكل مكان فيه لمجد اسمك استجيب. رب معاكم وشكرا على وقتكم، ونتقابل الأحد الجاي في حلقة جديدة في يوحنا 2، هندرس آية آية، ندرس بعمق أكتر. شجعوا إخواتكم، شجعوا أصدقائكم، ساعدونا بنشر الفكر ده عشان شجع آخرين، نصلي لأجلكم في كل مكان، وبنشكر الرب على تعليقاتكم وتشجيعاتكم والرسائل اللي وصلتنا. ربنا معاكم، تصبحوا على خير.